تجارب اليورين كل الفوليومز فيها رف عشان دي كواليتاتيف تيست، بدور جلوكوز ابسنت بريزنت، تستون ابسنت بريزنت، بقيس كونسنتريشن في التجارب بتاعت اليورين دهيت، عشان كده اخدت فوليومز رف او بدروبر بلاستيك كده في فوليوم برضه رف. لكن انا الفوتومتر عشان بقيس سيرم جلوكوز كونسنتريشن كرياتينين بروتين فلازم فوليوم مظبوط بالبايبيت. البايبيت دي مثلا ابص عليها كده الاقي مكتوب 5 4، الاقي هنا علامه الزيرو، 10 شرط صغيره 0.1 اسف 1، 10 شرط 2، 10 شرط 3 4، بعدين شرط صغيره بعد ال 4 يبقى دي كلها 5 ام ال. لما احب اخد 5 ام ال اخد فوق علامه الزيرو، بعدين انزل لحد علامه الزيرو اخلي الكونكافيتي بتاع السوليوشن تقعد على العلامه، يبقى كده معايا 5 ام ال. لما اخد 4 ام ال يبقى انزل لحد علامه الواحد، من 1 ل 5 كام؟ 4. لما اخد 3 ام ال انزل علامه الاثنين، من 2 ل 5 كام؟ 3. ممكن اخد بيها 1 ام ال لحد علامه الفور بس غلط. لما اخدت 1 ام ال في الدايمتر الواسع ده اي ايرور بسيط فوق وتحت العلامه في الدايمتر الواسع هيبقى نسبته عاليه بالنسبه لل 1 ام ال. المفروض فوليوم صغير زي ال 1 ام ال اخده بالبايبيت الصغيره، الفوليوم الكبير اخده بالبايبيت الكبيره، الفوليوم الصغير بالبايبيت الصغيره. لو دي بتاعت ال 1 ام ال فانا لو اخدت لحد علامه الزيرو ونزلت لحد 0 1 ام ال اي ايرور بسيط في الدايمتر الصغير هيبقى نسبته قليله بالنسبه ل 1 ام ال، يبقى الفوليوم الصغير بالبايبيت الصغيره والفوليوم الكبير بالبايبيت الايه؟ الكبيره. البايبيت لازم تبقى دراي، لو انا اشتغلت فيها دلوقتي السوليوشن هيقع مني، انا ايديا مبلوله وهي مبلوله، لازم يبقى صباعي دراي ولازم هي تبقى دراي، ولازم يكون في الامتحان هيبقى فيه البامب اللي بسحب بيها وبنزل ايه؟ بيها ان شاء الله.